هنا إذاعة القرآن الكريم من الشارقة. أخوكم القارئ نبيل الرفاعي، ولدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.